ثلاث سنوات فأكثر مفتوح الدرجات فتحت البوابات لمنافسة شوط تحدي نادي سباقات الخيل بمشاركة المزرج أشقر المغترة قرقاش كحلان الخيل ثروي دسمة البالستي وحفر الباطن. هنا نشاهد الصدارة تبدأ في هذه الأثناء من قبل عبد الله العوفي مع المزرج الذي يتصدر في المركز الأول، فيما نشاهد أيضا متابعة إلى ثاني المراكز من قبل حفر الباطن الاسم المرشح والآخر، وكذلك كحلان الخيل ابن موفق مع عبد الله الفيروز، فيما رابع المراكز لقرقاش ابن أشترقيت مع أصيل السرحاني، والمركز الخامس لأشقر المغترة ابن فرزانو مع محمد سعيد، ثلاثي أحمر يشارك في هذا الشوط عبر المزرج وأشقر المغترة ودسمال. هنا نشاهد التحرك في هذه الأثناء لدسمال إلى خامس المراكز، والصدارة لا زالت هنا مع المزرج ابن دبي ديستنيشن كحيلان الخيل إلى ثاني المراكز، والذي يشارك المزرج في التصنيف البالغ تصنيفه 94. هنا نشاهد الانطلاق أيضا من الإكسس مورينيو مع دسمال ابن دبي ديستنيشن يتقدم بكل قوه، فيما ايضا الانطلاقه من باليستي ابن تيك تيرنز مع ايدي كاسترو. المنعطف الاخير الى 400 متر الاخير، المزرج لا زال يقود السباق حتى الان، يحاول توسيع الفارق عبد الله العوفي يطلب منه الهروب والابتعاد اكثر واكثر. ها هو المزرج الحصان الاحمر البالغ من العمر 4 سنوات يوسع الفارق ويبتعد. المزرج في ظهوره الثاني يبدو انه في طريقه الى الفوز الثاني في سجله والفوز الرابع. اذا هنا 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 المزرج بطلا لتحدي نادي سباقات الخيل. الف مبروك لسمو الامير في فيصل بن خالد بن عبد العزيز، للمدرب عبد الله مشرف الخيال عبد الله العوفي. المزرج يسجل الفوز الرابع في سجله والفوز الثاني على التوالي. ألف مبروك.